اهلا بكم من جديد. وصلنا دابا لمركز مرزوقه وتبعوا معايا مزيان الصحراء المغربيه. وملي تنقولوا مرزوقه راه كنعنيو بها فقط الرمله الرمال الذهبيه الساخنه. مرزوقه شنو هي؟ مرزوقه هي واحد بتي فيلاج، واحد المدينه صغيره سياحيه خاصه بالصحه والترفيه. هي مدينه جد صغيره ما فيها والو سوى الاستمتاع بالرمله الساخنه للعلاج، علاج الأمراض الروماتيزم. احنا حاليا في مركز ديال مرزوقة، غيتلقاو بك هاد الناس مصرية، ما تهضر معاهم ما تكلم معاهم، كمل طريقك وزيد القدام. ايوا خذ ورقة وستيلو وقيد هاد المعلومات. موسم ديال الحمامات ديال الدفن في الرملة كيبدا من حوالي شهر 6، في النص ديالو 7 8 النص ديال شهر 9 دا. هاد الفترة كيكون فيها الحرارة وهي اللي صالحة للعلاج. من بعد ما كتوصل المركز ديال مرزوقة، هانت غتشوفني فين غادي نوقف. اول حاجة غتبدا بها وهو كتاخد محل الكرة. كاينين محلات للكراء انت وجهدك، كاين غرفة بيت واحد شعبي، كاين شقق مجهزة، كاين فنادق عادية، كاين فنادق مصنفة، كاين مخيمات انت وجهدك. راه البدايه المركز ديالو ديال مرزوقه ها هو امامكم كيف ما كتشوفوا. غتوقف هنا وغتسطالي وغتقلب، راه كيبداو من 100 درهم 150 درهم. ما كنصحكمش تاخذوا بيوتا مسخين، راه كاين شي بيوتا حالته ما كتوفرش فيهم شروط العيش. اذا ناخذكم جوله ليليه وتعرفوا اهم المناطق والمناظر. راه هي بتي فيلا صغير وعندهم غير هاد الشارع هو اللي كاين مناظر كتدوز فيها اوقات ديالك، وكاين الحراره بالليل. إذا نخليكم مع هاد المناظر الليلية. وهذه بعض الأعشاب الخاصة بالنساء. بصحتكم وراحتكم، انا ما كنفهمش في هذا الشيء. من بعد غادي نعطيكم السيد اللي لقاني به الله سبحانه وتعالى، واحد شاب بعد ما عانيت في البحث عن الكراء لقيت واحد الشاب. من بعد غادي نحط لكم الصور ديالو والرقم ديالو، اللي بغى يمشي مرحبا به. شاب متمكن كيفهم في امور الدفن في الرمله ويوقف معاك ويبحث معاك عن اي شيء. هذا هو الشاي اللي خديت، طلبت من السيد اللي في المحل، قلت له اعطيني شي نوع ديال اتاي كاليتي، اعطاني هذا النوع خديته. وهذه الاعشاب الخاصه بالشاي كيف ما كتشوفوا معايا، اعشاب جميله ورائعه ومذاقها جميل جدا، صحيه البرد وحتى ما يكونش في كاع اصلا البرد، وما كاينش مغربي اللي ما فيهش البرد. شربوا اتاي وشربوا الاعشاب وغتنفعكم في الدفن اللي غنشوفه في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. للإشارة إخواني أخواتي، هاد المنطقة ما فيهاش الماء الصالح للشرب بكثرة، عولوا على القرعي ديال الماء. هنا إخواني جينا نشربوا اللبن، لكن باش السيد يحلب لينا من الناقة خصو يصيفط ولدها يشرب منها يرضع منها. علاش سولته؟ قال لي ضروري خصو يشرب منها باش يتسرحوا العروق ديال الحليب، وعاد هو غيجي يحلب من موراها. دابا هو صيفط ولدها الناقة، ما نعرفش شنو كيسميهم الصغار، ها هو حيدها. شو دفعاتها والله يتبعوا البلا كيموتوا على الدرهم. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا إخواني عملية حلب الناقة،
الله الله. بيني وبينكم راه لاول مره غادي نشرب الحليب ديال الناقه، حليب صحي ممتع جميل جدا، والمرق ديالو يا سلام راه محلوش، واللي ما مولفوش راه ما يقدرش يشربو، غيجي شي شويه مذاق ديالو ماشي مر، وانما بحال بتقول باسل، ولكن صحي بصحتي بصحتي. هنا غتتم عملية صفية اللبن، هنا غادي يصفيه بطريقة عادية تقليدية. يلا بصحتك السيمو، بالصحة والراحة. وحنا هنا كنشربو وإذا بواحد زوبعة ما عرفناها منين خرجت، زوبعة رملية كثيفة. هنا الجو كيتبدل من لحظة للحظة سبحان الله. إذن عملية الدفن في الفيديو المقبل إن شاء الله، هذا الشيء اللي شفتوا كل شيء غادي نشوفه إن شاء الله في الفيديو المقبل إن شاء الله. عملية الدفن، إذن سيمو أمامكم يدفن. الله الله، أجبد سيمو فين حاط الرزق؟ ها هو السيد اللي معنا، الله يجزيه بخير، واحد الشاب رائع كيفهم في هذا الشيء، كيدي وكيجي في الكلام، وعنده معلومات ورافقني طيلة الرحلة ديالي.